السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل أصحابي وأحبابي في قناة بانوراما للأعمال الخشبين. ما تنسونش في اللايك يا أحباب، وتنسوش الاشتراك في القناة لسه ما اشتركش، وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد إن شاء الله. معنا انتريه النهارده مودرن في المقطع اللي معانا ده. الانتريه عباره عن 3 كنبات وكرسيين، كنبه كبيره وكنبتين مقعدين، كنبه وسط يعني. وده الانتريه، ده كرسي عفوا. طبعا احنا عملنا الكرسيين لون والكنبتين لون. الكرسيين عملناهم لون لوحدهم، والـ3 كنبات اللي عملناهم لون قافل. طبعا الانتريه زي ما حضراتكم شايفين المكان واسع جدا، فلذلك احنا عملنا الانتريه زودنا كنبه. اللي في الوش دي كنبه 3 مقاعد، واللي على اليمين ديت ده طبعا الترابيزه هي معموله بشكل جديد ومختلف. ده الدرج بالسحب اللي بره كده ما شاء الله، شكل جديد خالص ومش معتاد. دي الترابيزه بشكل جديد، بحيث انت لما بتقفلها ما بتبانش منها اي فواصل خالص، بكل شياكه وكل بساطه. دي الكنبه 3 مقاعد اللي في الوش زي ما حضراتكم شايفين، وده الكرسي اللي على الشمال، وده اللي على اليمين دي كنبه مقعدين، واللي على الشمال كنبه مقعدين برضه وكرسيين. طبعا الانتريه معمول القماشه اللي هي الشانيليا. الشانيليا طبعا ديت انا دايما بفضل القماش الطبيعي عن القماش الصناعي، سواء اللي هو الجاكور او الهايبر او الاسطنبولي. انا دايما بفضل القماش اللي هو الطبيعي، اللي هو مثلا زي الشانيليا، زي القطيفه والحاجات دي. ده القماش زي ما حضراتكم شايفين محبب، ودي طبعا التكات محشيه فايبر سوفت. القماش طبعا الطبيعي ما بينحلش وما بيحصلش في اي مشاكل زي القماش اللي هو الصناعي يعني. الانتريه ما شاء الله شيك جدا، الكنبتين معمولين كافي قافل، والكرسيين معمولين كافي فاتح، يعني قلنا نعمل درجه فاتحه هي باينه اهي جنب بعضها اهي. طبعا كمان دي الكنبه هي على من قريبه يعني. الظهر برضو احنا مخططين الاسفنج برضو في النص، ودي اليد اهي عاملين لها قطعه برضو كده بشكل مختلف. ده الظهر اهوت متخطط ومتحزز كده في الاسفنج عشان يدي شكل برضو رونق. كمان الانتريه مش عالي قوي على الارض، يعني مش عاملينه عالي قوي على الارض عشان برضو ما يبقاش اي شيء يدخل تحته، او اي شيء او ريموت يقع مثلا تحت منه او حاجه تضايق، يعني الناس بتبقى تتضايق من الاشياء دي. الانتريه شكله بسيط، ما فيش فيه بهرجه كتير يعني، كله بساطه وشياكه ما شاء الله. طبعا ده كان اختيار الزبون برضو، اللون كان اختيار الزبون عشان يتماشى مع الغرفه برضو في النقاشه وكده يعني. طبعا احنا عاملين للانتريه ده كثافه 40، الاسفنج كثافه 40، والاسفنج اللي في الظهر 5 سنتي علشان برضو ما يريحش بسهوله. برضو عندنا الفايبر معمول الفايبر سوفت برضو كمان، يعني علشان برضو ما يبقاش المخدة او التكاية ناشفة تحت ايدك، يعني بحيث لما تيجي تقعد ما تبقاش التكاية ناشفة تحت ايدك. ما شاء الله، هو الانتريه جميل جدا. ده طبعا علي بتاع الاساس، كنا لسه بنركب الشغل يعني، هو حب يظهر في الفيديو فحب ان هو لسه بيعمل الاساس يعني. فالشكل جميل عامة. وطبعا انا يهمني طبعا تعليقكم لو بتسألوا على الاسعار او اي شيء او المكان. طبعا انا بسيب لكم دايما المكان والموقع، دايما بثبته تحت الفيديو تحت العنوان جنب العنوان على طول. لو في اي شيء او استفسار عن الاسعار عن الخامات كاستشارة حتى يعني، اي شيء انا ان شاء الله تحت امركم وارد عليكم. وشرفني جدا طبعا ده. وفي النهاية ما تنسونيش برضو في اللايك، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، واللي لسه ما اشتركش يشترك معانا برضو ويدعمنا. وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد ان شاء الله، وشيء مميز برضو ان شاء الله. وفي النهايه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وكل عام وانتم بخير.